ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. روتين النهارده يوم كامل في الدايت، وعلى قد ما بقدر بحاول ان انا انزل لكم كل يوم فيديو عشان تستفيدوا، واديكم برضو افكار، وكلنا نشجع بعض. كان في حد سألني على نوع برشام تخسيس يكون كويس. طبعا انا مش بستخدم نوع برشام خالص، وحتى لو اعرف مثلا حد مثلا اخد حاجة وكانت كويسة او كده، انا برضو مش هنصح باي حاجة من دول، لاني ممكن يكون شخص استحمل، شخص التاني ما يستحملش. فعامة ده مبدأ غلط خالص، ان انا ان احنا ناخد برشام تخسيس. احنا نخس طبيعي يكون احسن، يعني يكون يعني بصحة افضل. كده البرشام دوت بيتعب، يعني بيتعب اعضاء الجسم، بيتعب الدماغ، والبرشام المستورد اصلا بيلعب على الدماغ. ف بصراحة يعني انا منصحش باي حاجة من الحاجات دي خالص. عايزة اقول لكم ان انا من كام 3 4 سنين، حاجة 4 سنين بس، كنت باخد برشامة، بس اللي هو مش عارفة كان اسمه ايه. خدت واحدة كانت والله وقفت لي على قلبي وكانت هتموتني، فكنت باخد بس بجرب، قلت لو هو جه معايا عجيب. من ساعتها وانا يعني منصحش بيه بصراحة، يعني خليه كده ايه في الخسان الطبيعي يكون احسن. احسن حاجة، يلا بينا كده نبدأ يوم جديد في الدايت. اول حاجة كده خدتها، اخدت مية الدافية اللي هي عليها ليمون وعسل، لان انا نزلت طريقتها قبل كده انا بعملها ازاي. تمام، دي كده اول حاجة اخدها. لسه كمان في كوباية تانية اخدها، يعني هما ايه كده كوبايتين. ما خدنيش مية اللي هي الدافية، عادي ناخد كوبايتين مية، ايه مية عادية. اخدنا مثلا ميه دافيه فناخد ايه، يعني عشان ما ناخدش 3 كوبايات ميه الصبح كده كتير، يعني هما بس هما يا كوبايه يا كوبايتين، ما نزيدش عن كده يعني. وكده كده اهوت جهزت اهو الفطور. خدت كده طبق خضار، طبق الخضار ده طبعا اساسي معانا في كل وجبه. واخدت جبنه، خدتش بقى انا ايه ربع رغيف. حابين تاخدوا ربع رغيف تمام طبعا ينفع، بس انا ما خدتش، بس عشان خدت قرصايه. يعني برضو طريق القرص دي عايزه اقول لكم ان هي جميله قوي قوي، عايزاكم تجربوها هتحبوها قوي. انا منزله الطريقه بتاعتها سهله جدا، يعني ما بتاخدش معانا وقت، او طريقتها اصلا سهله يعني اي حد يعرف يعملها. وايه بدات بقى دايت من بعد العيد ولا لسه في اللخبط بقى وكده؟ عايزين بقى نظبط الدنيا عشان خلاص يعني قربنا اهو ان شاء الله على العيد الكبير. فت بقى ولحمة بقى ويعني كده يعني كده كده احنا دخلنا كمان الصيف، يعني عايزين برضو نقدر نلبس حاجات براحتنا يعني. بعد كده وجبة الفطار ب3 ساعات، خدت كده كتاول قهوة كاكاو. الكاكاو طبعا والقهوة والحاجات دي مناسبين للدايت، وكمان ينفع نعمل ناخد قهوة سادة، قهوة باللبن كده، شاي بلبن مش كتير قوي، مع ان ده عشقي بصراحة بعشقه جدا. هنا انا خدت كاكاو وحطيت سكر دايت. ينفع نستخدم اللي هو يعني انا مش بحب، مش برضه انطقه على لساني بصراحة، السكر الابيض ينفع، اللي هو السكر العادي اللي هو السم الابيض مش سكر. فانا منصحش بيه، بس في ناس ما بتحبش سكر الدايت، ف لو تقدر تشرب من غير سكر يبقى تمام، يبقى زي الفل. يعني انا عندي اشرب الحاجة لما السكر الدايت بيخلص مني، بشرب الحاجة من غير سكر، بس اخد سكر ابيض، مع اني بيبقى عندنا في البيت، بس اخد سكر ابيض دي استحالة، يعني استحالة ان انا اخد سكر ابيض. بترعب منه والله، بترعب منه كده، عندي رعب من السكر الابيض. اخدت كده تمرايه. بديل التمر بقى ينفع ناخد شاي سوداني، اي نوع مكسرات، مثلا فشار. بحاول ان انا افكركم بالحاجات اللي هي تنفع تسالي سنيك، بحاول ان انا ايه كده افكركم بيها، يعني ممكن ناخد فشار. وهنا بقى بجهز للغدا اهوت. عايزه اقول لكم بقى الطماطم المشويه والفلفل المشوي بجد خطير 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 بجد. انا هاخد بس قطعتين، مش كل ده ليا يعني، هما قطعتين بس هاخدهم. المفروض ان انا اعمل عيش اسمر، فبصراحه انا كسلت تمام، كسلت ان انا اعمل العيش، فخدت ايه عيش بلدي من اللي هو العيش البلدي اللي هو بتاعنا اللي هو بيبقى موجود في البيت دوت يعني. فاخدت نص رغيف دوت كده، مش رغيف ده نص، بس انا ايه بعمل الحركه دي على طول، انا بفتحه كده نصين
بحيث ان انا عشان احسس نفسي ان انا اخده كتير يعني، عشان املى عينيا. ما عنديش بقى انا اللي هو الخس او جرجير يعني، خلصوا مني الصبح فان شاء الله عجيب كده، بس كنت اتمنى انه يبقى موجود يعني. بس مش مشكلة، انا حاطة فلفل كده كده يعني، فاهم حاجة ان احنا هناخد خضار، فانا حاطة فلفل والمية كده. اخدت كوباية، والكوباية التانية هي اخدها كده قبل برضو ايه، قبل ما اتغدى عشا بقى كده. انا ايه يعني مش حابة ان انا ايه اتعشى، فلو انتوا حابين بقى تتعشوا ينفع في العشاء ناخد هو زبادي افضل حاجة يعني، زبادي افضل حاجة عشان بيبقى بالليل وكده، ويا اما جبنة قريش يعني، يا اما جبنة قريش يا اما زبادي، وتكون الوجبة اللي احنا هناخدها حتى لو قاعدين زبادي يكون عدى عليها 3 ساعات عشان يعني قبل النوم، ساعتين 3 ساعات كده قبل النوم يعني، ما نتعشاش مثلا وننام على طول، لا نستنى شوية. حبيت كده بعد الغداء اخد سناك، فخدت كده شوية لبسيني، وكمان حبيت سوديني كده صغيرين. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم، بقى تحطوا اللايك عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم، كمان الفيديو يوصل لعدد اكبر وكلنا نشجع بعض. مع السلامة.